تعهد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بمحاولة إعادة السلام إلى شرق أوكرانيا، وأقر بأن كييف تفتقر لسبل استعادة السيطرة بالوسائل العسكرية. وقال بوروشينكو إنه سيلتقي ورئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منتصف يناير. ويعتبر الرئيس الأوكراني أن أهم شيء هو تحويل وقف هش لإطلاق النار إلى سلام مستقر وإعادة الأراضي المحتلة إلى سيطرة السلطات الأوكرانية. وقال بوروشينكو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن إمكانية انضمامه للمحادثات التي ستبحث الأراضي التي شهدت منذ إبريل تمرداً للانفصاليين الموالين لروسيا. وتقول كييف إنها لن تتنازل عن السيادة وتريد استعادة السيطرة على شرق أوكرانيا وعلى القرم التي ضمتها روسيا في مارس بعد استفتاء، وتقر بأن الحل العسكري ليس ممكناً وبأنه ليس لديها موارد لشن هجوم في الوقت الراهن. وتعتزم أوكرانيا رفع كفاءتها العسكرية خلال 5 سنوات للمستوى المطلوب للانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو، وعندها ستقرر ما إذا كانت ستنضم للحلف، وهو ما تعتبره روسيا عملا عدائيا. إلا أن السلطات الأوكرانية والانفصاليين اتخذا قبل أيام خطوات لنزع فتيل الصراع، وجرت عملية تبادل أسرى بين الطرفين تنفيذا لاتفاق تهدئة سابق. جيهان لطفي، Rogers.